رئيس الهلال الأسبق الأمير محمد بن فيصل، ياسر القحطاني، مع بعض الاثنين أحلى اثنين ممكن أن تختار أنك تسوي معاهم لقاء، أحلى ثنائي هلالي. نقول لكم مبروك الفوز، الهلال فرض سيطرته اليوم رغم أنه تأخر بهدف. نبدأ بالأكبر سنا، أيوة الأكبر سنا، تعال عطني رأيك في المباراة وبعدين نقول لك مبروك الحج والله يتقبل منه ومنك. آمين، الله يتقبل منه ومنكم. طيب عطنا رأيك في المباراة. والله أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا الحمد لله ربي وفقنا، مباراة مهمة بالذات أننا عارفين أنها بعد فترة توقف، لكن الحمد لله ربي وفقنا في المباراة المهمة. أبو عبد العزيز، حقيقة يعني الكلمة تخوف، ردة فعل على صعيد الجمهور غير عادية بأسباب يعني خارج الملعب، انتقال الفريدي، علقت انت على تويتر انتقال الفريدي، انتقال أسامة هوساوي. اليوم نقول من الممكن أن نقول النتيجة حقت اليوم هي عربون تأكيد أنه الهلال لا يتأثر بأحد؟ لا بالعكس، احنا ما احنا قاعدين نثبت الاحد، احنا قاعدين نثبت لانفسنا اول شيء انه هذا الامر صحيح، يعني ولا احنا في حاجه ان احنا نثبت هذا الهلال، وهذا تاريخ الهلال ومعروف، هم زملائنا سواء كان احمد او اسامه، وكنا نتمنى صراحه بقائهم، ولكن هذا هو الاحتراف يعني، ويجب ان احنا نتقبل الوضع بكل ما هو عليه. شفنا اليوم الهلال ما شاء الله تبارك الله قدم مباراه كبيره، اشكر فريق الاهلي، احنا كنا افضل من جميع النواحي حتى قبل لا يسجل الاهلي، ومبروك للجماهير اللي حضرت. نتمنى ان شاء الله بدايه من المباراه الجايه ان شاء الله المدرج الهلال يعود ان شاء الله بقوته ان شاء الله. شلوب لا تجامل، ها كان ناس كثير تتكلم عن انه ياسر حتى الفتره اللي راح فيها العين، ولما رجع من العين انه ناس كثير تقول والله ياسر ما هو في مستواه، ياسر المفروض ما يرجع، مفروض الاداره تجيب مهاجم ثاني اجنبي مع وسلي. لا تجامل عطى. والله شوف، والله ماني مجامل، لكن ياسر يعجبني فيه انه ما يصدق، للامانه ياسر لا مستواه طاح ولا شيء، بالعكس في كل مباراه جالس يقدم مباريات كبيره، والمعروف عن ياسر وللأمانة يعني دائما جالس يساعد اللاعبين، فصدقني يعني ياسر ما تغير، هو نفسه ياسر النجم. أسألك كرام اللعيب كم؟ أسأله كيف وش يقول هو؟ أسأل عن إيش؟ لا كرام اللعيب، هو دائما وياسر نطاق في التمرين بعد مباراة التعاون، قلت له كرام اللعيب 3 أيام، قلت بعد 3 أيام عاد بنبدأ نطاق، وخليته 3 أيام. لا تجي إلا ياسر لا تقربها. طيب أبو عبد العزيز الشلوب، تحس ان الرجال خلاص جيم اوفر شيب ولا لسه عنده شيء؟ شوفه بدا يصلع. يا اخوي الذهب ما يصدى ابو حميد، خبرته رقصوا بعض والضحيه بي انا بينكم. احنا عندنا ميدان يعني نثبت، يعني محمد ما شاء الله عليه سواء بدا المباراه او ما يبدا المباراه له بصمه في المباراه، يعني حتى في خبرته بالنسبه للشباب اللي موجودين، لما يهدي اللعب، لما يعلمهم متى يسرعون اللعب، متى يهدون اللعب، هذه الامور ما يحس فيها ترى اللي داخل الملعب، يمكن اللي خارج الملعب ممكن ما يلاحظها كثر احنا ما نلاحظها في الملعب. فمحمد بالعكس قاعد يقدم ادوار داخل الملعب وعليه مسؤوليات خارج الملعب ايضا، والحمد لله يعني ما شاء الله تبارك الله قاعد يقوم فيها على اكمل وجه. محمد قبل ما ابي ناحيه مهمه، قبل ما اسال ياسر حسال ياسر عنها، لاحظت انه ياسر يوم جاب الجول وحتى لوبيز كان يشير الى ياسر بالاشاره هذه، تعرف هم في المعسكر البارح بينهم شيء دار شيء، وتعرف ترجمه الحركه دي ولا ما تدري؟ لا والله، بس اتوقع حركه عاديه يعني تفاهم بين ياسر وسدي. ايش تفاهم هي؟ لا لحظه، لكن عشان ما نضيعني تو نتكلم مع ياسر. جالس كم صار في قناة الرياضية الحين؟ أنا؟ إيه؟ تبي تعد علي بعد؟ لا كم صار لك بس؟ صار لي موسم وزيادة. موسم زيادة، ترى هذا السؤال تسألني من يومك في ام بي سي. وشو ذا؟ حق كبر السن وكبر السن. آسف. لا أعطاني كتف قانوني. طيب وش قصتك أنت لبيز؟ لا وسلي شاف الهدف حقي على الاتفاق قبل العام يعني، وشاف الحركة حقتي لما كنت أسويها، فهو عجبته حركة قال ودي أسويها بس ما حد تكلم علي، فاليوم قاعد يأشر لي بالحركة يعني يقول طق يدي يعني. بس أنا عارف الحركة ذي وش كنت تقصد فيها. عموما شكرا لكم ياسر القحطاني، شكرا لك محمد الشلوب، ولا عاد أنا بسألك أمزح عليك سامحني، يعطيكم العافية بالتأكيد.